السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة للعالقين في الكويت، طائرات مجانا بدءا من الأربعاء، وعدم توقيع أي عقوبات لمخالف الإقامة. زف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء خبرا سارا للمصريين العالقين في الكويت ومخالف الإقامة وضحايا تجار التأشيرات. وقال سعد في تصريحات لقناة NBC مصر أن الحكومة المصرية ستبدأ من الأربعاء إرسال أول رحلات لعودتهم من الكويت، وستم تخصيص أول رحلات للفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن في رحلتين يوم الأربعاء المقبل. وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن بعد ذلك سيتم تيسير رحلات لعودة الباقي في معسكر اللواء لمتخلف الإقامة وعددهم 5600، ولن نترك أحدا بواقع رحلتين يوميا. وهذه الساعة القصوى التي ستمكن رجال الحجر الصحي من الاستعداد لهم والكشف على وباء فيروس COVID-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.